أهلا بكم. كشفت مصادر بوزارة النفط في العراق عن تعطل المفاوضات بين بغداد وشركة أكسون موبيل النفطية الأمريكية بشأن عقد الاستثمار النفط تبلغ قيمته 53 مليار دولار. وقالت المصادر إن التوتر بين أمريكا وإيران والخلاف على بنود الاتفاق والمخاوف الأمنية لدى الشركة أسهمت بتوقف المفاوضات بين الطرفين، حيث كانت الشركة قد طالبتها بإعطائها حصة من حقلين نفطيين كتعويض عن نفقاتها، وهو ما يعني انتهاكا لملكية العراق لحقوله النفطية. وبحسب تقرير رويترز فإن المفاوضات تعثرت مرتين نتيجة لاضطرار فريق إكسون موبيل لمغادرة العراق بناء على طلب من السفارة الأمريكية، والثانية بعد استهداف مواقعها النفطية الأسبوع الماضي. أعلنت وزارة النفط في العراق عزم بغداد على تصدير النفط عبر ثلاثة خطوط متمثلة بالخليج العربي وميناء العقبة الأردني وميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية أزمة النفط في المنطقة والعقوبات الأمريكية على إيران. وقال وزير النفط ثامر الغضبان إن العراق بحاجة إلى زيادة إنتاجه من النفط الخام بمعدل مليوني برميل يوميا، وتوسيع خطوط تصديره عبر الخليج العربي الذي يمكن أن يصل التصدير فيه إلى 6 ملايين برميل يوميا. كشف نواب عن قيام سياسيين في البلاد بالضغط على البنك المركزي للحصول على رخصة دفع مالي لشركة كي كارد رغم المخالفات والشكاوى الصادرة ضدها. وقالت النائبة عليا مصيف إن العديد من سياسي الأحزاب يمهدون الطريق لعودة كي كارد إلى الواجهة، ما يعني حرمان المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية، فضلا عن عودة مشاكل وخروقات الشركة المالية وعدم التزامها بتعليمات العمل المالي في البلاد. كشف وزير النقل الأردني أنمار الخصاونة أن حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن ارتفع مؤخرا، حيث يمر عبر البلدين أكثر من 250 شحنة محملة بالبضائع يوميا بعدما كانت تمر 10 شاحنات فقط يوميا. وتوقع الوزير الأردني أن تشهد حركة النقل والشحن التجاري بين البلدين انتعاشا ملموسا خلال الأشهر القليلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى التسهيلات والمزايا التي أعلنت الحكومة الأردنية عن توفيرها لحركة النقل التجاري من ميناء العقبة الأردني إلى العراق. أكد وزير الزراعة صالح الحسني الاتفاق مع مربي الدواجن على إبقاء أسعار بيض المائدة عند سعر 5000 دينار للطبقة الواحدة كشرط لعدم فتح باب الاستيراد من جديد. وقال الحسني إن الإجراء جاء للحيلولة دون ارتفاع الأسعار ومنع تحكم جهات معينة لم يسمها بأسعار البيض في الأسواق، مشيرا إلى وفرة المنتج المحلي في الوقت الراهن وجودته مقارنة بنظيره المستورد. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. إلى اللقاء.